اهلا بيكم من جديد مع هيثم، وما زلت برضو بكلمكم من المعرض الدولي المتخصص للاثاث المكتبي هنا في ارض المعارض في باجو في كوانزو، موجود في احد صالات العرض اللي بتعرض المكاتب الحديثه المتطوره، ودي احد الديزاينات اللي موجوده حبيت ان برضو اوريها لكم او انتم تكونوا موجودين شايفين ده نيو ديزاين برضو، يعني بيخلط ما بين التكنولوجيا الحديثه الكمبيوترات وما بين الالوان القديمه اللي احنا عارفينها اللون الطبيعي بتاع الخشب مع كراسي بسيطه خالص، الدنيا يعني بياخدوها سيمبل بسيطه قوي برضو، حتى يعني في مكتب مدير واخد برضو روح البساطه اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفين. انا عارف ان الحاجات دي كلها الحمد لله بتتصنع في مصر، الحمد لله في حاجات اجمل من كده الحمد لله، ودي حاجه موجود في الدول العربيه، ولكن انا بنقل لكم برضو ثقافه الغير، بنقل لكم اللي موجود في المعرض ايه اللي بيعرضوا المعرض، وحضراتكم انتوا اللي بتشوفوا مثلا والله مثلا دي حاجه كويسه حاجه جديده ما فيش جديد فيها، دي حضراتكم اللي انتوا بتقرروا فيها. دي قاعده جميله معموله كده، قاعده يعني قاعده برضو فورمال ممكن تنفع في مكتب، برضو اختيار الالوان والديزاينات انا شايف انها برضو حاجه كويسه، يعني في عندنا حاجات كتير قوي هحاول انقل لكم على قد ما اقدر ان شاء الله باذن الله، ولكن ما تبعدوش وخليكم معانا ونشوفكم في حاجة جديدة مع هيثم، والسلام عليكم ورحمة الله.